دايما بتاخدنا لبدايات تانية جديدة. عشان كده لما بيبتدي يوم جديد ما بنبقاش عارفين هينتهي ازاي. صباح الخير. صباح النور. بنغرق في التفاصيل الصغيرة اللي بتتكرر كل يوم، لدرجة إننا أحيانا ما بناخدش بالنا من حاجات مهمة، مع إنها طول الوقت قدام عينينا. ومع إننا متحوطين طول الوقت اللي ممكن يفكرنا ويفوقنا.